الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحني يده؟ الحمد لله، لا نعلم شيئا ثابتا في الأحاديث الصحيحة الصريحة أن النبي صلى الله يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحني يديه أو يحني رجليه، ولكن الذي نجزم به إن شاء الله تعالى أنه لا يجوز أن يجعل الرجل شيئا من الحناء في يديه أو في رجليه من باب الزينة والتجمل، لأن هذا من جملة زينة النساء، فالنساء هن اللاتي يجوز لهن أن يجعلن الحناء في أيديهن أو أرجلهن من باب الزينة، وإنما يجوز للرجال التحني من باب التداوي والعلاج فقط. فإذا اعتلت يد أحد الرجال أو رجله، أو أصيب بشجة أو نحو ذلك، أو أصيب بصداع ووصف له العارفون الحناء كتداوي، فإنه يجوز له حينئذ أن يضع الحناء على موضع الداء فقط. وأما أن يتحنى الرجل من باب التزين فإن هذا محرم، لأن المتقرر عند العلماء أن كل ما كان من خصائص زينة المرأة فلا يجوز للرجل أن يتزين بها، كما أن كل ما كان من خصائص زينة الرجال فلا يجوز للمرأة أن تتزين به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، والله أعلم.